السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رحي. حياك الله يا ناصر وبالعودة حميدة إن شاء الله، وتكون إن شاء الله استنت في سفرتك إن شاء الله. منالك إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا في حلقة الليلة اللي بتكون فيها فقرات عديدة ومتنوعة لإبراز الأحداث اللي تحصل في دولتنا الحبيبة قطر. شهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حفل العشاء الخيري الثامن لدار الإنماء الاجتماعي الذي يقيم تحت عنوان عيش البرازيل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات مساء أمس. نعم، وحضر الحفل عدد من أصحاب السعادة والشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وضيوف الحفل أيضا، كما تم خلال الحفل عرض فيلم بعنوان أواصر الصداقة بين قطر والبرازيل يجسد فيها العلاقات الثنائية والأهداف الاستراتيجية المشتركة في المجال الاقتصادي الرياضي والبيئي أيضا، هذا بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي لكرة القدم بين لاعبين قطريين وبرازيليين، كما تم عرض فيلم يمثل رؤية ومسيرة دار الإنماء الاجتماعي. نعم، الحفل تضمن أيضا مشاهدينا الكرام مزادا خيريا لمجموعة من المقتنيات النادرة والقطع الأثرية اللي تم عرضها خلال ثلاث فقرات، وهي معروضات مميزة ومقتنيات خاصة بالرياضة، وتجدر الإشارة إلى أن ريع الحفل الخيري الثامن سيخصص لدعم برامج دار الإنماء الاجتماعي في مجال ريادة الأعمال بما فيها برنامج تنمية للتدريب في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نعم، وناصر وسيخصص أيضا لصندوق رساميل لدعم رواد الأعمال وبرنامج بادر وأنت قادر لدعم فرص نجاح مشاريع الريادة الناشئة وجائزة رائد الأعمال القطري ريادة التي تهدف إلى تحفيز رواد الأعمال القطريين عبر رصد جوائز تشجيعية سنوية، بالإضافة إلى برنامج ملفات المشاريع الريادية. نعم خالد، وأيضا مشاهدينا الكرام في سياق آخر تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، تم افتتاح معرض هي النساء العربيات في الرياضة في جاليري هيئة متاحف قطر في المبنى رقم 10 في الحي الثقافي كتارا. نعم، خلكم ويانا أعزائي المشاهدين نتعرف أكثر على هذا المعرض من خلال التقرير التالي. رياضة الجولف أمارسها من سنة 2008، رياضة هاي كثير أعشقها من وأنا صغيرة، حبيت أنا من نوع اكتشفت شغلة أحب أجربها، بالفعل رحت النادي الدوحة في قطر والحمد لله يعني رحبوا فيني الاتحاد وشجعوني، حتى المعرض أنا مش أول مرة أحضر، حضرت في ساوث أبيث في لندن وشفت أصداء كثير حلوة، فهذا بالعكس إنه يعرف الناس إن في عربيات مارسنا يعني أغلب رياضات الأولمبية أيضا. صار لي في رماية السكيت سنتين وحققت فيها إنجازات، طبعا مثل ما تشوفون هالمعرض يعني فيه صور البنات عربيات رياضيات، الصور دي تعكس يعني صفاتهم وهويتهم الإسلامية والدينية، يعني كل واحدة تلعب رياضة بحجابها مستورة، فوايد حلو إن أشجع البنات الثانيين. الرياضة سوت لي واجد أشياء في حياتي، علمتني حتى في يعني في الحياة الخارجية لي إن شلون الصبر يكون، رما واجد تعلم الصبر، علمتني شلون إن أنا أركز على أهداف أبي أسويها في المستقبل، علمتني واجد أشياء، خلتني أهتم شوي في الدراسة إن أنا أبي أصير في المستقبل. المعرض اليوم مهم بالنسبة لي، خليني أفكر في المستقبل، وصورتي موجودة بين هالرياضيات أكيد إنه حافز لي إن أنا أبذل جهدي في البطولات الجاية في تدريبات أركز على مستقبل الرماية. أيضا وفي سياق آخر ستكون سماء الدوحة على موعد مع ظاهرة فلكية هي الأولى من نوعها خلال هذا القرن، ألا وهي ظهور مذنب لامع. نعم، وللحديث عن هذا المذنب وللتعرف على تفاصيله أكثر معنا في استديو ترحيب الشيخ سلمان
بن جبر آل ثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء القطري. مرحبا ومسهلا بك معنا في برنامج ترحيب. يا مرحبا الله يحييكم. الله يا مرحبا ومسهلا فيك دكتور. احنا لو بغينا تعطينا نبذة بسيطة عن هذه الظاهرة اللي الكل الحين أصبحت تشغل بال كثير من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهرة هذه عبارة عن مذنب اقترب الآن من المجموعة الشمسية ودخل في المجموعة الشمسية، وهو في طريقه الآن أنه يقترب أكثر باتجاه الشمس. طبعا المذنب تم اكتشافه من اكثر من سنه عن طريق مرصد في هاواي اسمه البانستار، فسمي المذنب نسبه الى المرصد اي لان عاده المذنبات تسمى نسبه او تنسب الى مكتشفيها. نعم صحيح. فاكتشف هذا المذنب، المذنب بدا يقترب اكثر فاكثر من الكره الارضيه، يعني اليوم احنا نتكلم تقريبا هو حوالي 160 مليون كيلومتر عن الكره الارضيه. بسبب اقتراب المذنب لانه عباره عن كتله صخريه ويتكون عليها الجليد، فلما يقترب يبدا الجليد هذا يذوب فينعكس الضوء من على الذنب هذا. نعم. على الاساس سمي مذنب. نعم. فكل ما اقترب اكثر كل ما ذاب الثلج اكثر وكل ما انعكس منه ضوء اكثر. نعم. عاد صادف هذا المذنب الان انه صار بالامكان رؤيته خلال ساعات النهار، بالعاده احنا المذنبات كلها اللي نشوفها دائما تكون في الفتره المسائيه. الفتره المسائيه. نعم. ودائما يعني نتمنى انها تكون لأن يكون ضوءها قليل. صحيح. هذا من قوة انعكاس الشمس فيه. بالضبط. بيبين في النهار. من قوة انعكاس هذه الشمس من على الجليد اللي وراه أو الذنب اللي وراه ممكن أن يبين حتى قبل الغروب حوالي نص ساعة ساعة إلى ربع ممكن نشوفه. نعم. وحتى خلال ساعات النهار يعني كفلكي. نعم. محترف ممكن نعم يركز وممكن يعرف وين مكانه في السماء ويشوفه. فهذه من المزايا الحلوة في هالمذنب. نعم. اللي السنة بنقدر نستفيد منه ان نثقف الناس عليها. احنا متى بنقدر نشوفه في قطر؟ احنا اساسا من يومين بدا صار في امكانيه رؤيته بكل بساطه، ولكن نعم. تعرف الجو ما صحيح. ساعدنا. اول امس احنا حاولنا، كان الله يسلمك مع المغرب كان نعم. فيه مثل الغمام في الجهه الغربيه من السماء. نعم. امس بغينا كان سحاب، اليوم صحيح. انت شايف الدنيا برا. نعم. غبار وعكبره ما تقدر تطلع برا. وباكر احنا ناويين بس كله يعتمد على حاله الطقس. نعم. باذن الله ان شاء الله. هذا بالنسبه حاليا يعني بالتلسكوب ممكن هم يشوفونه، ولكن بالعين المجرده. بالعين المجرده. الجو امس واليوم ما امكننا ان احنا نشوفه، لكن بامكان احنا الله يسلمك ان شاء الله على يوم السبت ناوي ان شاء الله ان نسوي مثل ما تقول من السبت الى الاربعاء. نعم. زين كل يوم المغربيه اي حد حاب يرصد المذنب بنحدد الموقع على طريق الموقع في تويتر ان شاء الله ولا على الانترنت ان شاء الله. زين على اساس انه يقدر يجينا هناك من قبل المغرب بنحاول يبين بالدربيل، ومن بعد المغرب خلاص لا عاد تبي دربيل ولا شيء. يعني عندك حوالي ساعه الا ربع لبعد المغرب وانت تشوفه واضح وضوح العين بالعين في السماء. يبين بكل سهوله، ما تتعب حتى الدوره لانه بيصير لامع المع من كوكب المريخ والمع من النجوم اللي حواليه في السماء. سبحان الله. فبيكون لمعانه واضح. نعم. وبعدين بتميزه انه له ذنب. صحيح. فبالدربيل اللي شفته بالدربيل تبدا تشوف الذنب. يعني الحين اللي حابين انهم يشاهدونه من المشاهدين او حابين انهم يصورونه بامكانهم يلتقطون صور ولا بيكون صور بكل بساطه؟ يحتاجون الى تقنيات معينه او زوم معين؟ ابدا ابدا الكاميرات. ابدا الكاميرات العاديه. اي نعم بالكاميرات العاديه. نعم. باذن الله ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. اذا الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني احنا متواصلين معك بالحديث اللي صراحه شيق جدا، ونتمنى ان احنا ايضا نتواجد انا وخالد باذن الله واللي يشاهدونا ويشاهدون هذا المشاهد هذا المذنب، ولكن راح نطلع فاصل قصير بعده مشاهدينا الكرام، وراح نتابع بعده مع الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل ان شاء الله راح نتابع معاكم باقي فقراتنا المثيره والممتعه اللي كنا نتكلم فيها مع الدكتور سلمان. الدكتور احنا ودنا نتكلم ساعه كنا نتكلم بخصوص المده الزمنيه اللي ممكن للمشاهدين انهم يشوفون. نعم. فيها هذا المذنب، بس لو ناكد عليها مره ثانيه تذكيرا للمشاهدين. هي الله يسلمك المده الزمنيه مثل ما قلت عندنا تقريبا حوالي 20 يوم. نعم. من اليوم عندنا حوالي 20 يوم اللي ممكن الواحد يشوفها بسهوله. نعم. يعني ما محتاج تلسكوب. صحيح. ولا شيء، ممكن يحتاج منظار دربيل في البدايه عشان بس يثبت مكانه. نعم. وعقب خلاص بيقدر يشوف. هذا الكلام انا اتكلم
بعد مو بالاسبوع ذي، الاسبوع اللي بعد. اما الاسبوع ذي نعم. ما تحتاج اي شيء، كل اللي تحتاجه بس تنطر لتغرب الشمس نعم. او حتى قبل لا تغرب الشمس ان ركزت حوالي الشمس نعم. زين بتبدا تشوفه صحيح. يعني بعد يومين اللي هو يوم الاحد والاثنين انتظر الشمس وتلاقي عمودي فوق الشمس نعم سبحان الله. ابد من تغرب الشمس ينزل وراها بحوالي ساعه وشوي صحيح. لين يختفي ويبين بكل سهوله. بعد ما تختفي الشمس يبين بكل سهوله، بكل سهوله حتى في المدن ممكن انه يبين، حتى في المدن لو طلعت فوق سطح البيت شفته. انا متاكد الحين ناصر اصحاب العدسات الحرفيه كلهم ينطرون هذا الموعد، المصورين الحين يلمعون في العدسات ينطرون الله يسلمك. دكتور سلمان احنا ودنا بعد نعرف سبب لمعان هذا المذنب. مثل ما ذكرت لك الله يسلمك نعم. كل ما ازداد الجليد في هذا المذنب كل ما ذاب اكثر طبعا نعم. كل ما اقترب من الشمس كل ما ذاب منه جليد اكثر. طبعا المذنب يعني هي الكتله الصخريه ما لها حجم ثابت نعم. زين فما نعرف كم هي حجمها النواه ككتله اصليه اي، ولكن المده نعم. الزمنيه اللي قضاها قضتها الكتلة هذه في الفضاء تجمع منها الجليد والغبار وهذه الله يسلمك هي تحدد المدة اللي يستمر الذنب فيها نعم. وتأخذ فترة طويلة لأنه هو اللي يقترب حتى اللي يقترب من الشمس بيذوب، ولكن سبحان الله شدة برود الفضاء أن الجهة المشاهدة للشمس المقابلة للشمس بتذوب، أما الجهة الثانية قاعدة باردة وتجمع جليد زيادة سبحان الله. فهذه سبحان الله من الظواهر العجيبة اللي في الكون. نعم سبحان الله. يعني دكتور احنا يمكن يتساءل السائل او المشاهد الحين يعني ما سبب ظهور مثل هذه الظاهرة، وشون يعني ان الحين بيوصلنا مثل هذا المذنب بعد فترة طويلة من الزمن، يعني ليش كل مرة نسمع مذنب جديد؟ شوف الله يسلمك المذنبات هذه موجودة من الله سبحانه وتعالى خلق الكون نعم. وشيء منها موجود في سجلات وشيء منها ما ذكر في السجلات نعم. والآن السنة هذه مثلا عندنا مذنبين، عندنا هذا المذنب نعم. وعندنا المذنب يكون في شهر 10 في شهر 11 نعم. ايضا هذاك بيلمع في النهار بنقدر نشوفه حتى عز الظهر بنقدر نشوفه ان شاء الله. هذا ذكرني بكلام شيباننا الله يغفر لهم يقول من ضرويك نجوم القايله، هذا ظهرنا من نجوم القايله، هذه قصه ثانيه. هذا نجوم القايله هذه تبين النجوم تراها تبين الظهر، اللي يعرف مكانها يقدر يشوف الظهر نعم. سبحان الله. فالله يسلمك المذنبات السنه يعني عندنا مذنبين نعم. لا ننسى قبل كم اسبوع كان عندنا حادثه سقوط النيزك صحيح. واقتراب الكويكب هذه نعم. الإشكالية بس اللي احنا نخاف منها ان الان بيبدون لك الله يسلمك هالمنجمين نعم. وهالخزعبلات صحيح. واللي يوسوسون هذول نعم. زين شيء منهم بيطلع لك بيقول لك والله هذه من علامات الساعه نعم صحيح. زين انا ما ماخذ وبعطي وياه، اذا ذكرت انها من علامات الساعه لك الحق تتكلم فيها نعم. الشيء الثاني هذه ظواهر طبيعيه صحيح. زين ظواهر فلكيه، لا لا احد يقول الحين شو بيقولون الحين عندك ناس بيقولون والله السنه ما جانا مطر بسبب المذنب اللي جه بسبب النيزك اللي طاح صحيح. زين وغيره بيقول لك الله يسلمك بسبب النيزك اللي طاح الكره الارضيه بطأت سرعتها نعم. وبتدعون من الكلام وبتجيك مسجات بيقول لك ناسا تقول ولا وكاله الفضاء الاوروبيه صحيح. تقول وغيره بيقول لك هذا سبب لبكره ثار بركان في مكان نعم. بيقول لك لانه ضرب ذي الصوب من الارض وثار ذي الصوب من البركان، قد يكثر المحللين المبتدع في هالوقت وحكي نعم. ومسجات صحيح. وكل واحد خذوا برودكاست خذوا برودكاست صحيح. وما تدريبه نعم. والمنجمين عاد المنجمين اللي بيشتغلون بيقول لك ترى السنه بشار الاسد بيموت، وواحد بيقول لك ما ادري مين بيموت، وواحد بيسوي لك بيقول لك الممثل الفلاني بيموت، نعم. وواحد بيقول لك انت بتكسب فلوس صحيح. وهذا هي، وكل واحد بيربط اي حدث بيصير نعم. بيربطه مع مع سبب نعم. مثل ظهور هذه وهذا هذا الكلام شوف نعم. يعني يمكن نضحك عليه ولكن هذا الكلام هذا فعلا واقعي، لان الله يسلمك من اول يوم طاح النيزك صحيح. في روسيا نعم. بدات تجيني اتصالات مسجات ايميلات زين، وبدات الناس تسال قلت يا جماعه الخير انتم على اي اساس قررتوا هذا الكلام نعم. فهذه المشكله نعم. فاحنا دائما نصحهم اي واحد بيجيه رساله لا يرسلها صحيح. يبي يتاكد نعم. زين انا حاضر صحيح. موجود تحت امر، بس عليه يرسل رساله نعم. وما يصير خاطر طيب بيجيه الرد صحيح. على تويتر الناس تشوف نعم. ترسل رساله اذا تاخرت وكسلت نعم. 12 ساعه 16 ساعه يكون جاه الرد نعم. نعم صحيح. فهذه اللي احنا ننصحهم به نعم. زين دكتور ذكرت بان يعني كثير من الناس راح يتداولون او يستقلون او حد من نعم. خلينا نقول من المشعوذين او غيره يستغلون مثل هذه نعم. هذه الظواهر او هذه خلينا نقول الظواهر الفلكيه المذنبات، ولكن اكيد لها اسباب معينه يعني وراء ظهور مثل هذه المذنبات ودنا نعرف وش ما في اسباب معينه. الله يسلمك اليوم احنا في المجموعه الشمسيه عندنا الله يسلمك يفصل الان بينه وبين كوكب المريخ حزام يسمونه حزام الكويكبات نعم. هذا مليان كتل صخريه تسبح في الفضاء من الله سبحانه وتعالى خلق الكون نعم. زين وعلى اخر المجموعه الشمسيه في ايضا سحابه كبيره يسمونها الاورت كلاود، هذه سحابه غبارية وفيها كتل صخريه نعم. فاحنا ممكن تجينا كتله صخريه من هناك، ممكن تجينا كتله صخريه من هنا، ما حد يعرف وين. يعني الى اليوم العلماء ما يقدرون يحددون اصلا المذنبات هذه نعم. من وين جات،
شيء منهم كان يتكلم يقول لك والله من داخل المجره. صحيح. شيء يتكلم مجره اركيده لا من مجرات اللي احنا فيها اللي هي مجره درب التبانه. نعم. زين. وشيء يقول لك من الاورت كلاود هذه من سحابه اورت، وشيء يقول لك من الكويكبات، وكل واحد يقول لكن ما في الادله القطعيه اللي تؤكد. صحيح. وين مصادرها؟ احنا نعم. في مذنبات تاخذ لها 3000 سنه اللي ترجع لنا. نعم صحيح. تمر علينا وترجع بعد 3000 سنه، وفي 1000 سنه، وفي اقل، وفي 100، وفي 10 سنوات وفي... نعم. ففي الله يسلمك عدد كبير من المذنبات. نعم. زين. فما ما حد قادر يحدد مصدرها بالضبط. صحيح. يعني دكتور يعني ساعات احنا نسال ساعات الواحد يعني يثار في نفسه سؤال معين، ليش تتم مثل هالنوعيه يعني من الاسئله ومع وجود المختصين عندنا سهوله وصول المعلومه والنقاش فيها موجود، فاتمنى انه من الكل انه ممكن يصل لك، وانا متاكد ان انت من خير من يجيب على مثل هذه الامور. الله يسلمك. وانا متاكد يمكن يتساءل السؤال حتى يقول انه يمكن هل هذه لها خطوره صحيه علينا ولا لا؟ فالسؤال موجه لك كالتالي، هل من خطور او اضرار صحيه على ما في؟ الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين. اول شيء زين، لن يصب لنا الا ما كتب الله لنا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الله يسلمك، ما منها اي خطوره. نعم. ولا منها اي تاثير، ولا ثبت عبر الزمن حتى ان كان لها تاثير. نعم. التاثيرات اللي موجوده مثل ما قلت لك هي التاثيرات المنجمين على انفس الناس. صحيح. لما الواحد يبتعد عن ذكر الله. نعم. يبتعد عن القران، يبتعد عن الدين والقران. نعم. زين، راح يكون سهل جدا انك تاثر عليه. نعم. انت لاحظ اليوم يعني كل اللي قاعدين يتكلمون للاسف لما يجيك يرسل لك رساله ويقول لك هل صحيح الكلام، او مثلا يرسل رساله ويقول لك هذا الكلام صحيح وهذا، ما رجع يتحرم من دقه المعلومه. صحيح. ليش؟ لان للاسف اليوم طبع الناس لما توفر لهم كل شيء على الانترنت اليوم. نعم. اي معلومه الحين تليفونك دقيقه واحده تجيب المعلومه. صحيح. اصبح وصل الى مرحله من الكسل. نعم. انزين، الين ما عاد حتى يبحث المعلومه او ما يروح للمصدر. كل ما توفرت المشكله، كل ما توفرت التكنولوجيا ما يروح للمصدر، المصدر الحقيقي. لا. نعم. وكل ما توفرت التكنولوجيا للاسف كل ما ادخلت الانسان في نوع من الكسل اكثر فاكثر. نعم. فاكثر، مثل اللي قال الله يلعن اللي اخترع جهاز التلفزيون. نعم. زين، الاول يوم انك تقوم وتروح للتلفزيون. صحيح. زين، كنت تتحرك. صحيح. من جاك جهاز التلفزيون قعدت مكانك بركت. نعم. عقب ما جاء جهاز التلفزيون قمت تبي صبي يجيب لك شاهي وقهوتك عندك، ما عاد. صحيح. تحرك. صحيح. ما عاد تبي تروح تجيب شيء، ما عاد تحرك تسوي اي شيء. نعم. الين الناس كلها الحين وشو؟ كوليسترول وسكر وضغط ووجع راس وما تفيهم شيء. نعم. الحين تلاقيه صغير وعيزان. فهذا الله يسلمك كله من الناس قامت تتكل على التقنيات هذه. نعم. صحيح. اي نعم. صحيح. زين، طبعا في اسم مذنب هالي يمكن يرتبط بذاكره البعض من. نعم. الناس. انا ودي اسال شو الفرق بين هذا المذنب ومذنب هالي؟ ما بينهم فرق. مذنب هالي اللهم ياخذ له كل تقريبا 76 سنه. نعم. انه يرجع لنا ويبين في السماء بوضوح. اللهم شدت لمعانه اكثر من المذنبات الحاليه، ولكن كلها مثل ما قلت لك تعتمد على اي وقت من اليوم تمر علينا. يعني اذا كان المذنب هالي مثلا بان في ساعات الليل زين نشوفه في. نعم. في عند بعض البلدان او في عفوا في بعض الاوقات يظهر في ساعات النهار، فما حد يشوفه الا. نعم. المتمكن اللي يقدر يثبت مكانه في السماء. صحيح. اللي يتتبعه زين، فالفرق مش كبير. يعني المذنب اللي بيجينا في شهر 11 راح يكون لامع لدرجه ان اقول لك بتشوفه، ما بيصعب عليك انك تدوره في السماء، بتشوف الشمس وبتشوفه تحت الشمس يبين. نعم. على مسافه من الشمس. نعم. طبعا ضوء الشمس بياذيك شويه، ولكن بشويه تركيز ان لو حطيت يدك بس حجبت ضوء الشمس عنك هالشكل. نعم. يبرز على طول، تقدر تشوف مكانه بالضبط. ابد ابد. نعم. يبرز بسرعه، ما يحتاج انك. نعم. تقول بدور، يبرز بسرعه. دكتور يعني ساعات الناس يمكن لها اعتقادات قد تكون قديمه، مش لدى الكل، لدى. نعم. البعض من الناس. نعم. وارتباطات في اختلافات او ثقافات شعوبيه، يعني يمكن تكون كالتشر افكت من حضارات. نعم. حضارات. نعم. إيه؟ حتى. نعم. كان يقال قديما ان اليوم مر المذنب فمات اليوم ولنا عظيم او شيء ما من هذا. ما في شك، هذه كانت موجوده الاول. هذه الله يسلمك هي كانت من الخرافات اللي موجوده في الحضارات القديمه. نعم. كان بعض الاوقات عند بعض الناس كان ظهور المذنب نظير شؤم عليهم. نعم. كان يقول لك السنة ما في محاصيل و و و من هالكلام، هذا كله بالكامل، هذا الكلام كله غلط. صحيح. زين، واستمرت لنا تعرف ذيك الأيام يعني قليل من الناس اللي كانت تعرف. نعم. أي شيء، فكانت الناس تخاف من أي شيء تشوفه. صحيح. في السنة تشوف مذنب، تشوف الشهب، حتى الشهب في ذاك الوقت ما كانت تعرفه، كانت الناس تخاف منها. نعم. ما تدري وش هذه، وش حقيقتها، من وين جايتنا. نعم. زين، يعني البعض منها كان ينظر إلى الشهب هذه يفتكرها شياطين. صحيح. كانت البعض في بعض الكتب. نعم. قريته كان يتكلم يقول لك والله شاهدنا عدد من الجن يطير في السماء. صحيح. زين، وشيء يذكر شيء من الشياطين، وشياطين ذات لهب ونار، وتعرف وتبدا يعني الخرافات يكبرون لك في القصص ويخوفون الناس. نعم. وتتوارث الحضارات. صحيح. للاسف، وما يجيك واحد يبحث بنيه صادقه. نعم. انه يوضح الامور للناس. نعم. للتاكد من صحه المعلومه.
تصحيح المعلومة نعم. في بعضهم كان يسميها أنها يضربها رأس شيطان. ما هو البعض منها وما زال إلى اليوم هذا. نعم. تجينا أسئلة يسألك بعض الناس يقول لك يا أخي زين أي منهم اللي هي ترجم فيه الشياطين؟ نعم. استغفر الله. صحيح. هذه علم عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. لا تدخل في أمور غيبيات هذه، هذه عند الله سبحانه وتعالى. إحنا نعرف. نعم. إحنا نعرف. مثل شلون اللي سايق سيارتك وتشوفها هذا غبارة قدامك قاطع الشارع. صحيح. تعرف أنك بتوصلها بعد شوي وبتدخل. نعم. يضرب الغبار في السيارة. إحنا نعرف في غبارة موجودة في السماء اللي هي مخلفات مذنب قد مر من زمان. نعم. لدخلت الكرة الأرضية نعرف اليوم الفلان الساعة الفلانية الكرة الأرضية بتبدأ تدخل في الغبار. نعم. تبدأ تدخل علينا الشهب. هذا اللي احنا نعرفه. نعم. أما تقول لي شو اللي منه يرجم به الشياطين ولا شيء، هذا علم عند الله سبحانه وتعالى ولا نقبل نتكلم به ونبتعد عنه. ذكرتني دكتور يعني آسف على المقاطعة، ذكرتني بالحوار اللي دار في القرآن مع نبي الله إبراهيم. نعم. مع الله عز وجل يوم يتكلم يقول إنه يعني أنا نسيت الآية القرآنية، لكن يوم يقول إنه الكوكب هذا ما هو بربي، أكيد إن ربي أعظم. نعم. من هذا الشيء، فهذا الشيء كان من قديم الأزل. نعم، قديم زمان وتمت. نعم. الناس للأسف مع يعني قلة العلم، الحمد لله رب العالمين اليوم زاد العلم، بس بعد الناس شوي ابتعدت عن الدين والعلم. أنا أنصح الكل يرجع للدين أول شيء ومن ثم يرجع إلى العلم، لأن هذا وصل الدين دخلها في العلم. كذلك ذكرت الشيخ بأن حتى تجاوز بعض الإشاعات أو بعض ما يتداول. نعم. بعض الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبح الآن أسرع نقل للمعلومة. نعم. أو أسرع وسيلة لنقل المعلومات سواء كانت صحيحة أو خاطئة، ولكن في حالة مثل هذه اللي حابين يستفسرون كيف ممكن يتواصلون معكم في مركز الله يسلمك. موجود أنا على تويتر. نعم. اللي هو الأكاونت مالي اللي هو سلمان بن جبر. نعم. زين. نعم. موجود على تويتر له كلمة واحدة بالإنجليزي سلمان. نعم. بن جبر وموجود. نعم. أو لو كتب مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك أيضا موجود، يروح عن طريق المركز وموجود حتى الإيميلي وموجود الأكاونت مالي. نعم. اللي على تويتر ويقدر يتواصل معي بكل سهولة. نعم. زين. وإحنا حاضرين يعني موجودين على الفيسبوك أيضا. نعم. زين. يعني أنا افتخر إن يمكن من المعلومات المهمة جدا أن اليوم عندنا موقع الفيسبوك. نعم. تعرف أنت موقع علمي في الوطن العربي. صحيح. عادة نادرا ما تلقي له زوار. نعم. موقع عندنا اليوم وصل. نعم. تقريبا حوالي 160 ألف زائر زين بين فيفرت ولايك، هذه خلال سنة ونص فقط 160 ألف. نعم. وهذا يعتبر إنجاز كبير. صحيح. يعني هذا الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من رب العالمين. زين. لأننا نقدم المعلومات بطريقة عقلانية ميسرة. وعندي أنا ناس الله يسلمك شغالين معي أيضا أساس يستعجلون في أي رد خاص أي شيء. نعم. يعني على طول يعني نقول حق أي مشاهد حاب أنه مثلا يتواصل أو يستفسر عن هذه الأمور الفلكية أو أي أمور أخرى، لا يستمع لأي أحد من خلنا نقول من المشعوذين ولا أحد من أصحاب. نعم. الأفكار السيئة اللي نسأل الله أنهم يكونوا موجودين بيننا، ولكن يتوجه أيضا مثل ما ذكر الشيخ الدكتور سلمان بن جبر الثاني. نعم. إلى المكان. نعم. نفسه اللي يتواجد فيه. نعم. سواء في تويتر أو في الفيسبوك أو عن طريق مركز قطر لعلوم الفضاء يستفسر سؤاله. نعم. وإن شاء الله أنه يلقى الجواب الشافي له ولا يأخذ بكل ما جاء وراح من الكلام. حاضرين. دكتور الشيخ سلمان بن جبر الثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء، نشكر لك حضورك معنا في برنامج ترحيب. بيض الله وجهك. شرفني. الله على شرحك الكافي. الله يسلمك. الله يعطيك العافية دكتور. مشاهدينا بعد الفاصل بينضم لنا السيد عبد الحميد الملة وبيحدثنا عن دعم وزارة الشؤون الاجتماعية للأسر المنتسبة إلى إدارة تنمية الأسر المنتجة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم. تتنوع أشكال الدعم الذي تقدم إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة الشؤون الاجتماعية للأسر المنتسبة لها بين إشراكهم بالمعارض والأنشطة التي تقام في قطر، بين توفير أماكن بيع دائمة لهم. نعم. والوزارة أيضا قدمت دعم مهم لتلك الأسر تمثل في تخصيص منافذ بيع دائمة بقرية بروة التجارية المتواجدة في مدينة الوكرة. وللتعرف أكثر على هذا الدعم معنا في ترحيب السيد عبد الحميد الملة استشاري علاقات عامة بإدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرحبا ومسهلا بك معنا في برنامج ترحيب. مرحبتين يا أخوي ناصر. مرحبا أخوالي. يا مرحبا ومسهلا فيك أستاذ عبد الحميد. إحنا ودنا نعرف طبيعة الدعم اللي تقدمه المؤسسة عندكم أو الإدارة عندكم للأسر المنتجة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية طبعا إحنا تحقيقا لرؤية قطر 2030. نعم. للتنمية المستدامة وأن الأسرة القطرية تعيش حياة كريمة،
ونظرا للتحديات الكبيرة اللي تعيشها الأسرة القطرية وحتى المجتمع القطري، الغلاء المعيشي أيضا، الاعتماد على مصدر دخل واحد الأسرة اللي هو الوظيفة فقط، تسعى الإدارة، إدارة تنمية الأسر المنتجة، أن المجتمع القطري أو الأسر القطرية سواء رجل امرأة بنت ولد، أن الناس نخليهم منتجين بدل ما يكونوا مستهلكين. نعم. كثير الآن من الأسر، كثير من الشباب يعتمدون فقط على الوظيفة، مع أن الرزق الآن 9 أعشار رزق في التجارة وفي الاقتصاد. فمن خلال هذه الرؤية، من خلال هذه الأهداف اللي وضعتها نحو مجتمع منتج وضعتها الإدارة، من ضمن المشاريع اللي احنا عملناها مشروع بروة، بالإضافة لمشاريع أخرى. مشروع بروة، أنا بدنا نتكلمنا عن المحلات اللي في بروة، اللي تم تخصيصها في بروة للأسر المنتجة. عبارة عن 6 محلات. أول شيء صراحة يشكرون شركة بروة، وهذا أيضا نوع من المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو المجتمع. يعني الآن الشركات والمؤسسات هذه لازم يكون لها دور في المجتمع. صحيح. وتساعد فيها الأسر، وتساعد فيها المواطنين وغير المواطنين في رفع الاقتصاد. نعم. وكذا. فزام الله خير شركة بروة خصصوا لنا سنة 2011 تاريخ 6، وقعنا عقد معاهم، خصصوا لنا 6 محلات في بروة. المحلات عبارة عن مستلزمات نسائية، وأيضا في حلويات، وأيضا في لوحات خشبية وصناديق. تقريبا 6 محلات فتحناهم يعني تقريبا من 2011 نحن 2013 كنوع من الدعم للأسر، ويعرضون في منتجاتها ويبيعون في من خلال هذه المحلات كمنفذ للبيع للأسر المنتجة، يعني خاصة في ظل يعني ارتفاع أسعار الإيجارات. صحيح. خاصة بالنسبة للمحلات التجارية، فعطونا 6 محلات والحمد لله يعني الآن يعني ماشيين بشكل جيد في محلات بروة. يعني الحمد لله. أنا أتوقع يعني هذه البادرة جدا طيبة، حتى معظم المؤسسات اللي عندنا في الدولة عندها نظام CSR اللي هو نظام الخدمة الاجتماعية، وأتوقع أن هذا واجب عليها للنشء بمدخول الفرد القطري أو من يعيش على هذا الوطن الحبيب. لكن أنا ودي أسأل، شنو هي المنافذ الأخرى اللي متواجدة عندنا للأسر المنتجة غير مثلا هذه الأماكن اللي خصصت لهم؟ مثلا يمكن تكون هناك معارض أو أمور أخرى. والله شوف، احنا عندنا الان احنا انطلقنا صراحه، الانطلاقه الاولى كان من خلال سوق واقف، ايضا نعم. اداره سوق واقف خصصوا لنا مكان اللي هو معرض الفن. معرض الفن. صحيح. ثم انتقلنا الى بروه، الان تقريبا في بعض المجمعات عندنا ايضا منافذ عباره عن اكشاك او محلات. نعم. وبعض التجار وبعض المجمعات ايضا واعدونا انه يعطونا يخصصون لنا مكان لبيع الاسر المنتجه. نعم. هاي من خلال الان الشركات او المحلات التجاريه. نعم. الان مشينا في خط ثاني اللي هو الوزارات والمؤسسات، داخل وزارات ومؤسسات. نعم. وبديناها في وزارتنا، يعني جزاه الله خير سعاده الوزير ناصر الحميدي، يعني حب انه يعني يبداها عندنا. من عندكم. اي نعم. فالوزارة الآن في برج الوزارة الكافيتيريا، الأسر المنتجة هي قاعد تقدم الوجبات والحلويات في جسمه. طبعا احنا على اساس ان نوصل الأسر لمستوى انه يفتح كافيتيريا لابد هناك شروط. اكيد. ولابد ايضا ان نراقب المنتج نفسه، نشوف الجودة. نعم. التطويع، يعني عدة امور كثيرة ليوصل هاي. فالحمد لله بديناها، او قبل هاي احنا بدانا في تاهيل الوظيفي تبع وزاره العمل ايضا. نعم. سعاده الوزير هو، والحمد لله الكافيتيريا نجحت. الكافيتيريا السابقه كان محل ثاني. نعم. يعني كان الاقبال عليه ضعيف، الان كان الاقبال عليه ما شاء الله كبير، وبعدين فتحنا في برج الهدى، وان شاء الله يعني نتمنى ان احنا نعمم هذه في الوزارات والمؤسسات الاخرى. هاي المنفذ الثاني، منفذ ثالث بس على اساس بشكل سريع، الان ايضا في بعض الحدائق العامه خاصة في حديقة سباير عندنا الأكشاك هذه. نعم. أيضا مشكورين وزام الله خير سباير قدموا لنا المكان، وأيضا الأسر المنتجة هي قاعد تقدم، هي قاعد يعني تقدم المنتجات للأسر. نعم. المنتجة. ممتاز صراحة. احنا أيضا نشكر كل المؤسسات وكل يعني
الإدارات في الدولة اللي تدعم هذه الأسر المنتجة. أنا متواصلين معك في الحديث، ولكن راح نطلع إلى تقرير نشوفه عن الأسر المنتجة مشاهدينا الكرام، ثم نرجع لكم. تنمية الأسر المنتجة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بتدعيم الأسر بدعم الأسر المنتجة بتسويق منتجاتها، وذلك بتحت الفرصة لعرض عدة أماكن. البداية كانت في معرض الفنة بسوق واقف، وحاليا في عام 2011 تم افتتاح قرية بروة. قرية بروة تم منح شركة بروة في عام 2011 ست محلات في قرية بروة بالوكرة، وتم توزيعها على ست أسر منتجة، منها منتجات نسائية وحلويات وعطور ونجارة. هاي البدرة والله أول شيء نشكر الحكومة عليها، حق تقريبا هي تشتغل على الناس ذوي الدخل المحدود، مو بالدخل المحدود، الأسر المتعففة اللي ما عنده يبدأ في الطريق، يعني مثل واحد مثلي تو بادي في الطريق، ما عندي رأس مال، ما في شيء إنه يفتح محل ولا على أجار محل ولا هذا، هم يساعدونك يوفرون لك المحل كامل، محل عليهم، اللهم أن تشتري الخام، تشتري هاي صنعتك تسويها وتسوقها حق نفسك، وهم بعد يسوقون لك، تشارك معهم في معارض، في احتفالات يسوونها، مهرجانات. اشتغل أنا تقريبا خمس خامات اللي هي على الجلد، الكانفس، الخشب، الزجاج. خصوص الأعمال اللي شفتوها في المحل كلها ترى شغل يد 100%، ما فيها أي، لو حتى الآلة استخدمها، الآلة استخدمها بيدي، مش إنها مكينة تسوي ولا شيء، كل شيء 100% يدوي. إذا ما تبادر ما حد يجيك، ما توصل شيء أنت تبيه، ما راح توصل له. يعني لو أنت تبي ماي من غير ما تمشي ما تحصل ماي، ثوبك اللي هو ثوبك، إذا تبي تلبس ثياب غير ما تمشي ما تجيك الملابس، يعني إذا أنت ما تبادر ما تسوي شيء حق نفسك ما حد بيسوي لك. هذا المحل يحتوي على كل مستلزمات النساء، من خياطة وحنة وعطورات، وبعد رسم على أظافر، ويعني كل مستلزمات النسائية. احنا بصراحة نشكر وزارة الشؤون الاجتماعية على دعمهم للأسر القطرية بعطاهم محلات ومعارض، واحنا عن طريقهم خذينا هذا المحل. من 7 سنين تقريبا بديت الانتاج من المنزل، صرت أسوق تسويق في المنزل، وشوي شوي تطور الانتاج عندي، انضميت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، تفضلوا مشكورين بإعطائي محل في قرية بروة. عندي حلويات معمول بأنواع، بالمكسرات، بالتمر، بالحلوى، عندي بتفور مشكل، بسكوت حلو مشكل، عندي كذلك البسكوت بس من نوع مالح، عندي أنواع من الحلو خاصة للرجيم، أستعمل فيه المواد الخاصة للرجيم، طحين البر وغيره من المواد الخاصة للرجيم، عندي مخللات، أشارات عندي خاصة بالخضار، بالشمندر، بالباذنجان وغيرها، بالطماط كذلك. عندي بعد حلويات باردة، وعندي كيكات الكب كيك، وكذلك عندي أنواع من الحلويات الباردة المتعددة الأشكال. أي واحدة عندها موهبة، أي أيا كانت هذه الموهبة، أنها تنضم للشؤون الاجتماعية، بينالون منهم كامل التشجيع والدعم، سواء كان دعم معنوي أو دعم مادي. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن بعض الأسر اللي مستفيدين من هذا من هذه النافذة اللي هي كانت في بروة. كذلك مستمرين معك سيد عبد الحميد الملا.
ودي اعرف كيف يتم اختيار الاسر من قبلكم انتم كوزاره الشؤون الاجتماعيه في لاعطائهم المحلات اللي في بره. طبعا بدايه احنا عندنا اربع اقسام في الاداره، قسم الاستقطاب وقسم التدريب وقسم التسويق وبعدين المشاريع. اي اسره طبعا لازم تسجل عندنا في شروط معينه، نحاول من خلال الاستقطاب ان نشجع الاسر، نشجع المواطنين ان يدخلون في مجال الانتاجيه والاقتصاد ويفتحون مشاريع. مثل ما قلت انا ان الان يجدون صعوبه كبيره مثل ما سمعتوا في البدايه طبعا بالنسبه للمحلات بالنسبه لراس المال. بس في شروط معينه لاختيار الاسره؟ في لا ما في شروط معينه، طبعا اذا لازم مستوى المنتج نفسه لابد انه يكون على مستوى انه ينافس السوق وانه على الاقل المنتج نفسه فيه اقبال عليه، لان كثير من الاسر تنتج منتجات يعني ما لها سوق او حتى ما حد يشتريها، فاحنا طبعا نختار المنتج نفسه، لابد انه في لجنه تشوف المنتج نفسه، تشوف السعر جودته، هل والله هذا ينزل في السوق ولا ما ينزل في السوق، هل والله ممكن ينافس ولا لا، على ضوء طبعا نختار الاسره، طبعا الاساس مثل ما قلت لك المنتج نفسه يعني. استاذ عبد الحميد، يعني انا استطرد معك الحديث في نقطه، ان هل يتم متابعه او انا متاكد انه يتم متابعه اعمال الاسره، لكن شنو هي الاليه اللي تتم في معاينه او متابعه الاسره ان هي ماشيه في كفاءه او في مهنيه معينه؟ والله دائما نشوف اللي يعني شو اسمه البيع والشراء. صحيح. على كثر اذا صار في بيع وايد في المحل معناته الاسره ماشيه بشكل جيد وقاعد تنتج، لذلك حتى احنا في بعض الاسر خليناهم يعني الان مثلا في مركز تاهيل الاسره اللي قاعد تقدم في الكافيتيريا اعطيناها مكان ثاني، لان المنتج اللي قاعد يقدمونه في الكافيتيريا من سندويشات او حلويات على مستوى عالي وفي اقبال كبير وكل حتى الناس اللي يشترون من عندهم، فلذلك فتحنا لهم مكان ثاني. نعم. فاللي اللي يحدد طبعا شو اسمه البيع طبعا. نعم. البيع والدخل نفسه يعني. نعم. كثير من الاسر يطمحون بان يكون في هناك سوق كبير ودائم لهم يعرضون فيه منتجاتهم، هل لكم كوزاره الشؤون الاجتماعيه لكم خطه في المستقبل بانكم يعني توفروا لهم هذا السوق؟ والله صراحه شوف احنا هالخطه موجوده عندنا والمشروع متكامل وضعناه حتى عملنا له دراسه جدوى. نعم. وتم تخصيص مكان لنا في المنطقه الصناعيه، وايضا حصلنا ممولين ان شاء الله يعني، لكن وايضا في الصناعيه وايضا في بالنا في اكثر من منطقه في قطر يعني. نعم. في الدوحه وايضا نحاول في الخور يعني نقول في عده اماكن. نعم. الخطه موجوده لكن يحتاج وقت ويحتاج تمويل ويحتاج ايضا تخصيص مكان يحتاج، بس الفكره ومشروع جاهز. نعم. من الاهداف الى الخطه التنفيذيه كلها بالكامل. طيب وش يعني. اللي نقول شو اللي يمنع تنفيذ هذا مثل هذا المشروع بما انه راح يدعم ايضا الاسر كذلك؟ صحيح. ايضا اتوقع الان يمكن عندكم عدد الاسر المنتجه يمكن حوالي 600 او اكثر من 700 اسره. نعم. 700 اسره. نعم. تقريبا يعني اتوقع بان مثل هذا المشروع كثير راح يدعمهم، ايضا راح يحفز كثير من الاسر المنتجه بانها صحيح تساهم في مثل هذه المشروع. والله احنا لان قلت لك انا احنا الان قاعد نشوف اكثر من شركه، لان مشروع مثل هذا يحتاج دعم مادي، يحتاج خاصه تتكلم عن اراضي، تخصيص اراضي، بناء، يحتاج تسويق، يحتاج امور كثيره، فاحنا كمشروع الان جاهز، يبقى بس الجانب التنفيذي الان قاعد نمشي خطوط كثيره ان شاء الله مثل ما يقولون على نار هاديه. نعم. ان شاء الله سيرى النور في الفتره القريبه ان شاء الله سيرون يعني النور ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله نبشرهم ان شاء الله ان خلال فتره ان شاء الله قريبه ان شاء الله راح نشوفهم ان شاء الله في نقول في مجمع خاص بهذا الامر او سوق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. استاذ عبد الحميد، احنا سمعنا انه تم اختتام لجنه التقييم للاسر المنتجه، واحنا ودنا نسال يمكن احنا ودنا نعرف قبل المشاهدين متى بيتم الاعلان عن الفائزين؟ بعد زين جزاك الله خير اخ خالد، ذكرنا احنا طبعا راح يكون في من ضمن المشاريع والتسويق للاسر المنتجه، طبعا على طول السنه عندنا معارض وعندنا. نعم. فعاليات كثيره، من ضمنهم ان شاء الله راح يكون يوم الاحد افتتاح. نعم. لمعرض فرصتي، وهي دعوه من خلال قناتكم قناه الريان لجميع المواطنين وجميع
اللي عايشين على قطر لزيارة هذا المعرض. معرض فرصتي هو المعرض رقم 3، مشاركين طبعا من دولة قطر ومن الخليج وأيضا من دول عربية، وراح يتخللها طبعا جائزة للأسر المنتجة، 3 جوائز لأفضل منتج ولأفضل أسرة منتجة، جائزتينهم راح ان شاء الله راح يتم التكريم يوم الاثنين في برج الوزاره، وندعوكم ان شاء الله ان تغطون هذا الحدث. وراح يكون الجوائز، الجائزه الاولى 50,000 ريال، والثاني 30، والثالث راح يكون ايضا اعتقد 20 أو 10,000 ريال للاسر المنتجه ولافضل منتج. اهم شيء مستعدين لهذا المعرض، ودنا ايضا نعرف وين مكانه حتى المشاهدين صحيح. اللي حابين انهم يزورون هذا المعرض ان شاء الله. راح يكون معرض ان شاء الله في قاعه المعارض، من الساعه كم الى الساعه كم، او من تاريخ كم الى كم؟ طبعا راح يكون من يوم السبت اللي هو من 10 إلى 13، من السبت الى الاربعاء. طبعا راح يكون مفتوح من الساعه 10 صباحا الى الساعه 9 مساء أو 10 مساء تقريبا. راح يكون حتى فتره الظهر راح يكون مفتوح. راح يفتتح ان شاء الله سعاده الوزير ناصر بن عبد الله الحميدي. وراح يفتتح المعرض باذن الله. نعم، احنا ايضا بدورنا نوجه الدعوه للمشاهدين الكرام اللي حابين انهم يزورون هذا المعرض اللي هو معرض فرصتي للاسر المنتجه، بانهم يتوجهون لهذا المعرض اللي راح ان شاء الله ينطلق يوم السبت. واتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، واتمنى لكم ايضا التوفيق. السيد عبد الحميد الملا، المستشار الاعلامي باداره تنميه الاسر المنتجه بوزاره الشؤون، نشكر لك حضورك معنا في برنامج ترحيب. اشكركم صراحه، ودائما انتم سباقين هذا واجبنا، في اظهار صراحه الاداره واظهار وايضا دعم للاسر المنتجه. هذا واجبنا. فعاليات المؤتمر العلمي الاول للطب الداخلي هو موضوع نقاشنا مع الدكتوره مريم النصف، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الأول للطب الداخلي اللي تستضيف الدوحة بحضور نخبة من الأطباء والمختصين في هذا المجال. وللإطلاع أكثر على هذا المؤتمر معنا الدكتورة مريم النصف، استشاري أمراض الصدر والحساسية والمناعة بمؤسسة حمد الطبية. مرحبا ومسهلا بك دكتورة معنا في برنامج ترحيب. يا هلا، مرحبتين فيكم، شكرا على هالاستضافة. الله يسلمك، شكرا على واجب. دكتورة، لو تعطينا كفكرة عامة عن هذا المؤتمر وماهيته وانعقاده هنا عندنا بالدوحة. طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم وأشكر قناة ريان على هذه الاستضافة الطيبة. وطبعا هاي شيء مش معروف عنكم، أنتم سباقين دائما إلى تطرق إلى الأمور اللي تهم المجتمع. هذا واجب. مؤتمر قطر الأول للطب الباطني هو مؤتمر شبه عالمي تم تنظيمه عن طريق القسم الباطني في مؤسسة حمد الطبية، وهو يتماشى مع نظرة المؤسسة في دعم التعليم وتطوير الطب والاهتمام بالمرضى، توفير أحسن الرعاية الصحية للمرضى وتحسين الخدمات للوصول إلى التميز. فهو ايضا ودنا نعرف ابرز الدول المشاركه بما انه مؤتمر عالمي وعندنا في الدوحه. تم لاول مره من نوعه يكون في الصدر الحسي، او من اول من نوعه في قطر. ايوه، هو صراحه يشمل على الطب الباطني بصفه عامه. وتم اختيار مجموعه من المواضيع اللي تتم مناقشتها، وهي اشهر من المواضيع طبعا الامراض الباطنيه، امراض عديده. فتم اختيار مجموعه منها، وتم اختيارها لانها منتشره اكثر. صحيح. من غيرها. في منتشره اكثر تقصدين عندنا في المنطقه هذه؟ في المنطقه اكثر، منطقة وفي قطر. نعم. وفي عالميا. نعم. حتى وتم اختيار متحدثين لمساهمتهم في تطوير هذه الامراض، تحسين الرؤيه لها. نعم. تحسين الرعايه. فالمتحدثين معظمهم يعني معروفين عالميا بالنسبة حق هذه الأمراض. متحدثين من مختلف الدول، في عندنا من بريطانيا، من إيطاليا، فرنسا، من الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا أيضا متحدثين من الدول العربية مثل لبنان، من الدول المجاورة، المملكة العربية السعودية، ومن الإمارات المتحدة. تقريبا أكثر من 45 متحدث
عالمي ومحلي شاركوا في هذا المؤتمر. ما شاء الله. وأتوقع هذا المؤتمر دكتورة راح يكون على مدار 3 أيام ابتداء من اليوم إن شاء الله. صحيح، اليوم كان أول الأيام والبداية ابتديناها بالورش العمل اللي هي 11 ورشة عمل. اليوم تقريبا أتوقع أنهم خلصوا لحد الحين 10 ورش عمل من الصباح فعالين فيها. وبدأوا معاها بعض الحلقات الدراسية أو الندوات الدراسية. وبكرة يكون في تكملة حق المحاضرات والندوات الدراسية بإذن الله. إن شاء الله. كذلك كنا نعرف يعني أبرز المحاور اللي تم مناقشتها من خلال خلينا نقول من خلال اليوم الأول، وكيف يمكننا نستفيد منها في القطاع الصحي في قطر. أيوة، المحاور والله كانت متعددة. طبعا على مستوى الأمراض تم التركيز على كثير من الأمراض، من ضمنها أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، الأمراض بعض الأمراض الصدرية، أمراض السكر والغدد الصماء والضغط وهشاشة العظام. يعني هاي بصفة عامة بالنسبة حق الأمراض. في خلال المؤتمر نفسه تم طرح يعني مجموعة من الأنشطة، من ضمنها الورش العمل اللي هي 11 ورشة عمل كان تركيز فيها على تثقيف الطاقم الطبي، تثقيف الطاقم الطبي بالنسبة حق العلاج والتشخيص. وفي أيضا ورش عمل متخصصة في طرق البحوث العلمية وطريقة نشرها. فهاي خطوة مهمة بالنسبة حق الأطباء لتطوير قدراتهم على المشاركات العالمية. غير عن هالشيء في طبعا الندوات والحلقات العلمية والمحاضرات. اللي كانت اللي تمثل جزء مهم من المؤتمر. في تركيز على بعض الأمراض المستعصية اللي طبعا صعب علاجاتها وتتطلب علاجات غير عادية. ممكن تذكرين لنا جزء من هذه الأمراض المستعصية؟ أيوة، مثل على سبيل المثال. أيوة، في بعض الأمراض المشهورة مثل مرض الربو. نعم. يعتبر من الأمراض المنتشرة عندنا. نعم. أيوة، وطريقة علاجاتها تختلف على حسب نوعية الربو. ففي تتحدث كثير عن كثير من الأدوية الموجودة في العالم. نعم. واللي موجودة عندنا في المؤسسة ونستعملها في تحسين المرض، تحسين كفاءة العلاج وتحسين صحة المريض. نعم دكتورة، بما انك تطرقتي للربو والجو ما شاء الله اليوم مقبل توجهين رسالة. أنا أدري أنه خارج موضوع أو المحاور اللي بتكلم فيها، ولكن بحكم وجود استشارية أمراض الصدر والحساسية وإحنا اليوم يمكن الكل شاف الجو مقبر وهواء، يمكن الفترة هذه تكثر مثل هذه الأجواء، ولكن ودنا أيضا توصلين رسالة للمشاهدين اللي يتابعونا بالذات اللي عن الربو أو غيرهم، أن كيف ممكنهم يتفادون. طبعا احنا نستغل وجودك معنا دكتورة، نصائح ممكن نقدم لهم نصيحة من خلال الشاشة. هو أهم شيء أن المريض اللي عنده أو اللي عارف أنه عنده ربو يحافظ على استعماله على الأدوية بانتظام، لأن عدم انتظامه في الأدوية واحد من أكثر الأسباب اللي تؤدي فيه إلى تدهور صحة الصدر. نعم. وجود العلة في التنفس. نعم. فالانتظام على الأدوية هاي أهم شيء. في أدوية طبعا نوعين، في دواء الوقائي وفي الدواء اللي يستعمله عند الضرورة. نعم. استعمال الدواء العلاجي أو الوقائي مهم جدا. نعم. خصوصا في وجود المهيجات مثل الغبار الخارجي. نعم. التغيرات اللي في البيئة اللي تصير عندنا دائما. نعم. طبعا المريض كل ما يحس أنه تعبان لازم على طول يتابع مع الطبيب اللي تابعه وياخذ منه النصيحه شنو اللي يسوي احسن شيء. صحيح. يعني في نصائح معينه من ضمنها انه هو يتجنب التعرض حق الغبار. نعم. قد ما يقدر. طبعا هو صعب في وجود هذا الجو. صحيح. لكن على الاقل يعني يقلل من طلعاته الخارجيه بحيث انه يقلل مثل هذا الجو بالذات. بالضبط. ايوه. نعم. فتقل عليه كميه نسبه الربو. نعم. اذا نرجع ايضا مره ثانيه لموضوع المؤتمر خالد، ولا ايش رايك؟ اي لا فقالبا مثل ما يعني خلينا نقول قالبا ما تقدم مثل هذه المؤتمرات اخر المستجدات العلميه، فالى اي مدى يعني تتوقعون او انه يكون هناك متابعه في المستجدات في مثل هذا المؤتمر او الاستفاده منها ايضا؟ طبعا احنا عندنا توجه في المؤسسه الى الاهتمام بالتعليم الطبي بالذات، والاهتمام بالطب بصفة عامة والطب الباطني بصفة خاصة. فدائما يتم طرح الكثير من الورش العملية داخل المؤسسة نفسها لتطوير الكادر الطبي. يتم تشجيع دائما الموظفين سواء أطباء أو مساعدي تام على أطباء على ايوه على المشاركة في هذه المشاركة في المحاضرات اللي سواء محاضرات
يتم تقديمها عن طريق الطاقم الطبي المحلي او من المحاضرات اللي احنا نستخدم فيها اطباء من الخارج ذو كفاءات ذوي خبره يقدموا فيه خبراتهم العالميه واللي طور فيه بعد التفكير العلمي في دراسه الامراض. فيعني هاي بعض الامور اللي وايد مهمه واللي لازم تاخذ في الاعتبار بعد. نعم صحيح. دكتوره يعني ساعات يكون في المؤتمرات يعني يتم من خلالها الاستطراد الى الحديث الى عن بعض الادويه اللي يتم من خلالها منعها من تداولها بالسوق انها خلاص ما عادت تعطي الفعاليه المطلوبه، هل تم طرح او تداول مثل هذه المواضيع او تم التوصيه باستعمال ادويه معينه تكون حديثه بناء على دراسات جامعات عريقه؟ في هذا المؤتمر يعني احنا ما ركزنا على كثير من المحاور سبب ضيقة الوقت لان المؤتمر ثلاث الى اربعه ايام لكن هاي مواضيع وايد مهمه يتم دائما التاكيد عليها في المحاضرات المحليه اللي دائما تقريبا احنا عندنا نشاطات مكثفه اسبوعيا اكثر من ثلاث محاضرات اسبوعيا الهدف منها تذكير الاطباء وتعريفهم بمختلف الاشياء الجديده اللي تصير في العالم. نعم صحيح. نعم كذلك بدنا نعرف ايش الخبره اللي يمكن تقدمها قطر في مجال الطب الداخلي. كما معروف طبعا قطر دوله ما شاء الله متميزه من ابرز الدول اللي تسعى الى التميز عالميا. تقريبا احنا قاربنا الى العالميه وبالذات في اهتمام في التعليم وفي الصحه. الصحة بالذات بصفة عامة صحة المريض صحة نفسية صحة الجسدية في اهتمام بالطب بصفة عامة الطب الباطني بصفة خاصة. مؤسسة حمد طبية تدعم هذه الرؤية مالت قطر وتحاول أن هي تشجع الأطباء بإعطائهم الفرص أنهم يشاركون في مؤتمرات بتوفير هذه المؤتمرات وتخليهم يشاركون في مؤتمرات محليه وعالميه. صح. فهذه كلها اشياء يعني من الدعم اللي موجود عندنا واللي موجود من الدوله. كذلك ايضا رؤيه قطر 2030 ايضا احدى الركائز المهمه هي اللي هي ركيزه الصحه. صحيح صحيح. صحيح. نعم وهذه اصلا ضمن يعني توصيات القياده الرشيده للنهوض يعني بالنهضه الثقافيه والاجتماعيه والصحيه ايضا للمواطنين، لكن احنا بدنا نعرف كبادره من الاطباء نفسهم الموجودين في المؤسسات المنضمه او التابعه لمؤسسه حمد الطبيه على المجهود الفردي، هل في بادره فرديه من الاطباء للدراسات عليا في تخصصيه في مجال معين ام لا؟ احنا يعني ودنا نسمع في هذا الشيء. والله هاي سؤال وايد مهم لان فعلا هذا المؤتمر اصلا جاء بمجهودات فرديه. نعم. من اطباء الطب الباطني. نعم. يعني اخذ من مجهودهم من وقتهم في التحضير في اختيار الناس اللي بيعطون المحاضرات في كثير من المحاضرين اصلا محليين من عندنا ويعطون مواضيع متنوعه مقاربه للعالميه صراحه. نعم. في طريقه الالقاء والتقديم. نعم. غير هالشيء ان المؤتمر نفسه هذا بالذات يحتوي على اكثر ما يقارب 30 مقاله مصغره، هاي المقاله المصغره عباره عن بحوث قام بها اطباء معظمها طالعه من عندنا. يعني اغلب ال30 هاي مقاله مصغره في المؤتمر طالعه من عندنا وهي عباره عن بحوث يعني تعتبر حديثه. فطبعا الاطباء هني يبذلون مجهود قيم في تطوير العلم. الحمد لله هذا شيء يبشر بخير صراحه. احنا ايضا نتمنى لكم التوفيق. الدكتوره مريم النصف استشاري امراض الصدر والحساسيه في مؤسسه حمد ونتمنى ايضا لكل المشاركين في هذا المؤتمر التوفيق. شكرا جزيلا لحضورك معنا. اشكركم على اللقاء. لا شكر على واجب. الله يسلمك. نعم وايضا في سياق اخر احتفاء باليوم العالمي للمراه واللي يصادف الثامن من شهر مارس اقامت المؤسسه القطريه لحمايه الطفل والمراه ندوه نقاشيه حول او تحت عنوان مجتمع ضد العنف بمشاركه عدد من الخبراء والمحامين والمختصين والمهتمين في هذا المجال. وتعددت الاطروحات والافكار التي ترصد وضع المراه العربيه بشكل عام والقطريه بشكل خاص. المزيد تابعوا معنا في هذا التقرير. رعاية المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أقام قسم العلاقات العامة تحت إشراف الدكتورة إلهام السادة
ندوة بهذا الحدث الجليل يوم المرأة العالمي. طبعا عنوان الندوة محاضرة مجتمع ضد العنف. حضر المحاضرة هذه الدكتورة بتول خليفة وأيضا الدكتورة موزة المالكي، وهناك جمهور متنوع من النساء والرجال من كافة المؤسسات والجهات الرسمية في الدولة. عنوان مجتمع ضد العنف تبلور، وذلك بسبب أن المؤسسة ترعى هذه الفئة المستهدفة في المؤسسة، هم الحالات التي تتعرض للإساءة والعنف والإهمال. والله في الحقيقة أنا ما أعتقد يعني أن هناك عنف بمعنى العنف، أو كأن نقدر نقول عنه ظاهرة، وبالذات يعني اليوم أنا قلت يعني وجود الرجل المكثف في المحاضرة يدل على أن ليس هناك عنف. يعني كون الرجل مهتم بشأن المرأة هذا شيء صحي جدا، يعني شيء يثلج الصدر. عندنا في المجتمع القطري أنا المرأة تعامل بطريقة جميلة جدا، حتى إحصائيات العنف قليلة جدا، يعني نسبة قليلة، ومن المشاهد يعني من الشريحة الاجتماعية اللي أنا عايشة معاها لا أجد عنف بمعنى العنف اللي نشوفه في المسلسلات. وبحضور نخبة من الإعلاميات الخليجيات عقد مركز الدوحة لحرية الإعلام ملتقى حول التجربة الإعلامية النسائية في الخليج بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي أتاح لهن فرصة التحدث حول تبرجهن بتجربتهم الخاصة في مجال الإعلام وما قدموا على مدار أعوام. نشوف مشاهدينا الكرام هذا التقرير ونرجع لكم. طبعاً أكيد الكلام اللي بيصير اليوم بيكون دعم أكيد للدور الإعلامية القطرية وتشجيع، خصوصاً إحنا عندنا ضيفاتنا من الخليج وبيتكلمون عن دورهم في يعني تطوير الإعلام عندهم وعن تجربتهم الإعلامية في بلدهم. أكيد انعكاس هاي التجربة هناك عندهم والتحدث عنها هنا على أرض واقعنا هنا في الدوحة أكيد له دور كبير في تشجيع الفتاة القطرية على خوض مجال الإعلام. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونتابع هذه الحلقة من تراحيب. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في تراحيب. أنهت القوات القطرية المسلحة وبمشاركة القوات الفرنسية تنفيذ فعاليات تمرين صقر الخليج 2013 بمختلف الوحدات البرية والبحرية والجوية. نعم، فريق عمل تراحيب تواجد واكب كافة تفاصيل التمارين اللي اختصرت بسبب الأحوال الجوية وعادوا لنا بهذا التقرير. التمرين
تحت مظلة الاتفاقية الفرنسية القطرية، وبالتعاون مع القوات الفرنسية تم إجراء عدة تمارين في هذا المجال وصولا إلى الاتفاقية الفرنسية القطرية التي ترمي إلى الدفاع عن دولة قطر في أي حالات من حالات العدوان على قطر. اليوم الختامي للتمرين هو عبارة عن النهاية لعمليات جرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بحيث تشترك القوات الجوية والقوات البرية على عمليات هجوم وصد وانسحاب في المنطقة القلائل. سوف تشاهدون اليوم الهجوم المشترك بين القوات الفرنسية والقوات القطرية، وسوف ترون في الميدان تحركات القوات الفرنسية والقوات القطرية مشتركة مع بعضها البعض في العمليات الحربية. يعني معلوم للجميع بأن الجيش القطري في تقدم، بداية من أول تمرين حتى تمريننا هذا لاحظنا الكثير من التطور في التكتيك الحربي. تطورت القوات المسلحة القطرية تطور كبير بالاحتكاك بهذه الخبرات وبالعمل معها سويا في هذا المجال. في سياق آخر، شركة ودام الغذائية، هذا هو الاسم الجديد للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي، والقرار تمت المصادقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للشركة اللي أقر تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي. خلونا مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير اللي فيه تفاصيل أكثر ونرجع. الاجتماع اليوم اجتماع موفق، تم طرح فيه بندين على المساهمين، وهو الاول منهم هو تغيير اسم الشركه الى شركه ودام الغذائيه. الحمد لله انه حاز على موافقه المساهمين، والاسم هذا طبعا يترجم توسعات الشركه المستقبليه واللي هو يغطي نشاطاتها. سابقا كان اسم الشركه مواشي، وهو يعني يغطي اللحوم فقط، ولكن الفترة المستقبلية احنا عندنا مشاريعنا في الدواجن، ومستقبلا ان شاء الله راح يكون في الاسماك. فكلمة ودام هي كلمة شعبية وشاملة لنشاطات الشركة. اما البند الثاني وهو يخص تمديد فترة العضوية لمجلس الادارة، واللي احنا يعني كمجلس ادارة نظرنا انه احنا يفضل ان اعضاء مجلس الادارة يكون لهم فترات اطول لما يكتسبون من خبرات في الشركة. والحمد لله كذلك هذا البند الآخر أنه وافقوا عليه مساهمين الشركة والحمد لله. وعندنا مشروعنا تبع الدواجن هو إن شاء الله راح يكون نقلة نوعية للشركة من ناحية أمن غذائي، تغطية أمن غذائي من ناحية لهذه السلعة، أو من ناحية مردود لمستثمرين هذه الشركة. نظمت العيادة الطبية بالتعاون مع وحدة بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية صباح يوم أمس حملة للتبرع، وذلك من أجل زيادة وعي الطلاب بأهمية هذه الخطوة في حياتهم وكذلك في حياة كل مستفيد من كل قطرة دم. نشوف وياكم كل هذه التفاصيل من خلال التقرير التالي. الإطار اللي بتيجي فيه الحملة كجزء من التزام جامعة قطر بتعزيز دورها في خدمة المجتمع عن طريق الإسهام في توفير فصائل الدم المختلفة لأفراد المجتمع اللي بيكونوا في حاجة ماسة إليها. زي ما بنقول دم الإنسان ما بيجيش غير من إنسان. خبرتنا في حملات التبرع بالدم إحنا بنلاقي فعلاً إقبال كبير من الطلاب والطالبات على التبرع بالدم أو عموماً جميع منتسبي الجامعة.
أنا اليوم وأنا ماشي طال داخل النشاط الطلابي شفت إعلان عن تبرع بالدم، حبيت أسجل تبرع بدمي للناس، بعض الناس اللي ما عندهم دم، الفقراء المساكين، فرحت سجلت وقدمت. دكتور أجيت تعطيك الإبرة هذه تضغط جسمك، تجلس لنا تأخذ مدة 10 دقائق، تأخذ منك نسبة معينة من الدم، ثم الحمد لله وخلاص. تابعنا معكم مشاهدينا، احنا ايضا بدورنا نوجه دعوه لكل المشاهدين اللي حابينهم يتبرعون بانهم يتوجهون لمؤسسه حمد الطبيه، لان كثير من الناس محتاجين لهذا الدم. خالد ايش رايك؟ تبرعت؟ لا والله ما تبرعت، انا بروحي مريض، ادعي الله سبحانه وتعالى انه يشفيني اليوم وبكره عشان اقدر اقدم الحلقه. خلاص بتبرع لك ان شاء الله. انت تبرع عني وعنك. ابشر. نظمت مبادره الرؤيه الشبابيه التابعه لمركز الابداع الثقافي امسيه شعريه وانشاديه احياها كل من الشاعرين حمد الدهيه وعلي الزبداني والمنشد ناصر الهاجري. نعم، الامسيه مشاهدينا كانت تحت اسم مسمى ليله تراثيه قطريه، وذلك في اطار النشاطات الثقافيه والابداعيه اللي يقيمها مركز الابداع بصور دوريه. المزيد من خلال هذا التقرير. اليوم عندنا ليلة تراثية قطرية منظمينها أحد المبادرات الشبابية اللي هي الرؤية الشبابية، هي أحد المبادرات اللي مستقطبها مركز الإبداع الثقافي. هي الهدف منها تكوين مجموعات من الشباب أو الشابات، تكونهم على شكل جروبات، يكون ما بينهم مسميات مختلفة حتى تكون ما بينهم إبداعات مختلفة، يتم من خلالها تفجير طاقتهم الإبداعية. اليوم عبارة عن ليلة قطرية تراثية وشعرية، احنا حاولنا ندمجهم مع بعض. دعينا شاعرين، حمد الدعية وعلي الزبداني ومنشد ناصر الهاجري. هواجيس القصيدة قلامي، وأنا هواجيسي حواها حامي، اللي يدعاها من المواجب ما جب، ما تنثني من الموقف الإلزامي، ونهزها الماجب وهي هزتني، فنالها متحيز من بحزامي. سلام يا دار الشيوخ وداري، سلام تسليمة هل الإسلام يريف، منظامه زمانه لقشر، عون الضعيف وفزعة المنظامي. على قد ربك بحبه وبالحنان أمك. فكرة أن المنشد يكون مع الشعراء هذه فكرة جديدة، لأن الناس مثل ما تقولون تقدر ملوا من الروتين الشعر شعر شعر، فلازم يكون فيه فكرة جديدة في المنشدين يحطون مع الشعراء على اساس يكون روتين جديد. ولاهم وحبهم للشيخ يدري به زحول قوم، وبالثاني مجربها اللي يعتزى خير العليا، ان ما ريبه وناقف معه كل ما شبت شبايبها، العيون دار من الماضي تغني به كانها هنوفن، وفعل الشيخ معجبها. سلامات. هذه المشاركه جاءت من حرصي أنا وحرص النادي الشعري على مشاركة فئات المجتمع كلهم في نشاطاتهم وفي دعم الشباب وفي الرؤية الشبابية، وأنا أشكرهم. يعني وصلنا وياكم إلى فقرة علوم العالم، ونبدأها من مدينة نيويورك الأمريكية، حيث هنالك معرض لزهرة الأوركيد. خلونا نشوف المعرض من خلال هذا التقرير. ظهرت حديقة نيويورك النباتية بأحلى حلة من الزهور أمام زوارها، وذلك احتفالا بالمعرض السنوي لزهرة الأوركيد الذي تستضيفه الحديقة.
أكثر من 3000 نوع مختلف من زهرة الأوركيد عرضت في ممرات وزوايا الحديقة. استمتع خلالها الزوار بألوانها وأشكالها الخلابة. ويقول منظم المعرض مارك هاتشودوريان إن من أهداف هذا المعرض هو التعرف على أهمية الحفاظ على تلك النباتات في البرية وعلى أهمية الغابات التي تحتويها. يذكر أن 30,000 نوع من الأوركيد تنمو بشكل طبيعي على مستوى العالم، كما أن هناك 150,000 نوع مهجن. وللعلم فإن الغابات المطيرة الاستوائية هي التي تنتج أكثر سلالات زهرة الأوركيد نقاءً. ومن الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك، حيث أدوات الموت تحولت إلى آلات موسيقية. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد ما الذي يحصل في هذه الورشة التي تقع في مدينة مكسيكو، إحدى أكثر المدن عنفاً في العالم. يقوم الفنان بيدرو ريس وأصدقائه هنا باستخدام شتى أنواع الأسلحة المستخدمة، لا لشن هجوم على إحدى العصابات، بل لتحويلها إلى آلات موسيقية مختلفة. ويقول بيدرو ريس إن الفكرة من تحويل هذه الأسلحة إلى آلات موسيقية جاءت من خلال ما يعانيه المجتمع المكسيكي من هذه الأسلحة، ما جعله يمضي بعض أوقاته مختبئاً خوفاً منها، ونأمل من هذه الفكرة أن تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع. بذلك يكون بيدرو قد ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، من ذلك رفع مستوى الوعي حول الخطر الذي تشكله هذه الأسلحة، بالإضافة إلى حماية البيئة الذي يوفرها بعملية التدوير هذه. يذكر أن نحو 6700 قطعة سلاح مختلفة تحولت من أداة تهديد وقتل إلى عزف موسيقي فريد من نوعه. طبعا مشاهدينا تابعنا هذه الآلات والأسلحة اللي تم تحويلها إلى يعني أدوات موسيقية. صراحة نتمنى نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني كل هذه الأسلحة اللي في العالم أنه يتم تحويلها إلى أشياء يستفيدون منها الناس، غير أنها تقتل الناس. ولكن خالد أنا أنصحك أنك ما تتوجه للمكان اللي فيه هذه الآلات الموسيقية، حتى لو كانت آلات موسيقية يمكن باقي فيها شيء من الطلقات. لا بعيد الشر إن شاء الله. ناصر، أنا جاني سؤال عبر الهواء، يقولون هل ناصر لك في الموسيقى ولا مالك في الموسيقى؟ لا أنا صراحة مالي لي في الإنشاد ولكن مالي في الموسيقى. ترى أعزائي المشاهدين ناصر صوته حلو، أنا أسمع ساعات في الممر. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لنهاية حلقتنا من تراحيب. لاقتراحاتكم واستفساراتكم للتواصل مع فريق العمل يمكنكم مراسلتنا على البريد اللي تشوفونه أسفل الشاشة، تراحيب @الريان.tv. في أمان الله.